شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الاجتماع السابع للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما ناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واطلعت في هذا الشأن على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة، وكذلك الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية. استنكر البيان الصادر عن الاجتماع التدخلات والأعمال الإيرانية التخريبية والمستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، مثمنا جهود مملكة البحرين في محاربة الإرهاب، ومنوها بتمكن الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من إحباط عدد من الأعمال والمخططات الإرهابية والقبض على 116 من العناصر الإرهابية التي تنتمي على تنظيم إرهابي. عمل الحرس الثوري الإيراني وأذرعه الخارجية ومنها كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي على تشكيله وتمويله وتدريب عناصره وتزويدهم بالأسلحة والعبوات الناسفة للقيام بسلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة والإخلال بالأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد في مملكة البحرين. كما أدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الفلسطينية على السعودية، مؤكدة على دعمها للإجراءات التي تتخذها البحرين والسعودية من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية. أدانت اللجنة الوزارية استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية. كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وطلبتها بالكف عن ذلك. أعربت اللجنة عن قلقها بشأن جدية التزام إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشترك وقدرة هذا الاتفاق على منع إيران من الحصول على السلاح النووي في المستقبل. وأدانت اللجنة استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية ذات الطبيعة الهجومية، كما في إطلاق الصواريخ الإيرانية الصنع والتي استهدفت من خلالها الميليشيات الحوثية مدنا وقرى للسعودية، والذي يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت كذلك على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي.